اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تحدثنا سابقا عن فضل الذكر وفضل المحافظة عليه، وقلنا إن الذكر هو العهد الوثيق بين العبد وربه، وأن الذي رزقه الله تبارك وتعالى نور التمسك بالذكر قد حاز خير الدنيا وخير الآخرة، وأنه ضمن لنفسه بعون الله وتوفيقه السعادة الأبدية. وإن من ذكر الله رعاية الأوقات والمحافظة عليها، ومن خير أوقات المناجاة مع الله الليل، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على إحياء الليل وقيامه، وكان يوصي أصحابه رضوان الله عليهم بالمحافظة على قيام الليل. وقيام الليل يعني أن تخصص جزءا من الليل ترجع فيه إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح، لأنك لا تدري في أي وقت تموت. الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال بالهدى ودين الحق، فكان عمله كله هدى وعمله كله النصح للمسلمين. ففي حديث رواه عنه بلال رضي الله عنه وأبو أمامة رضي الله عنه قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه من دأب الصالحين قبلكم. فإن قيام الليل من دأب أي من عادات وسنن الذين سبقوكم إلى الله تبارك وتعالى من صالحي الأمم المتقدمة من أنبياء الله ورسله. وإن قيام الليل قربة إلى الله، منهاة عن الآثام، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الإمام أحمد في المسند. هذا الحديث تضمن هذه الأشياء: أولا، أن قيام الليل سنة ماضية في الأمم كلها. ثانيا، أن قيام الليل قربة إلى الله، عبادة تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، في صلاته في جوف الليل. قيام الليل قرب إلى الله، ومنهاة عن الآثام، أي سبب يعصم الله ويحفظ به قلب العبد من الوقوع في الذنوب. أي أنك إذا حافظت على قيام الليل كان ذلك جنة تحميك من الوقوع في حبائل الشيطان، ومن الوقوع فيما يغضب الله عليك تبارك وتعالى. إذن لا بد من المحافظة على قيام الليل. قيام الليل منهاة عن الآثام، أي ينهى عن الآثام، كما قال الله في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ذكر الله تبارك وتعالى قرين الصلاة. وقيام الليل يكون بالصلاة، يكون بتلاوة القرآن، يكون بالذكر والتسبيح، يكون بكل أعمال البر التي تقرب إلى الله. منهاة عن الآثام، وتكفير للسيئات.
وقيام الليل ليس يعصمك فقط عن الوقوع في الذنوب في المستقبل، وإنما يغفر الله به الخطايا والذنوب التي تقدمت. وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. ثم في قيام الليل خصلة أخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى يشفي به العبد من الأمراض التي تتوطن جسده، ومطردة للداء عن الجسد. لذلك أن الذي قام الليل يقوم نشطا، والذي لم يقم الليل يقوم كسلانا خبيث النفس، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رضي الله عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، يقول: نم عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشطا، طيب النفس نشطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هذا الحديث يوضح أن المسلم الذي يستيقظ بالليل ويذكر الله ويتوضأ ويصلي ولو ركعتين قد قام الليل وتخلص من الشيطان، لأن قيام الليل يحصل بالتراويح، أي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في كل ليلة مع الشفع والوتر، ويحصل أيضا بما تيسر من الركعات 2 ركعات فما فوق. فمن استيقظ بالليل عليه أن يذكر الله، وذكر الله هنا إما بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه لا يدري ما أحدث الله في نومه، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو غير ذلك، أو يتلو آيات من القرآن مثل آيات آخر سورة آل عمران 10 آيات، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأها: إن في خلق السماوات والأرض، يتلوها إلى آخر 10 آيات في كل ليلة. ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي، فإذا أدى هذه النافلة 10 ركعات صلى الشفع والوتر، ثم نام منتظرا الصلاة. سئلت عائشة رضي الله عنها عن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لها: يا أم المؤمنين، أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما دام عليه صاحبه، أي العمل الدائم، إذا بدأ عملا أدامه. قيل لها: وأي حين أفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيان الليل، يعني أي حين في الليل يقوم؟ قال: إذا سمع الصارخ، إذا سمع الديكة تصيح، أو سمع المؤذن أذن الأذان الأول، يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتنفل، ثم بعد ذلك ينتظر الصلاة.